مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم مباشرة إلى نيويورك للاستماع إلى كلمة الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك لنقل وقائع جلسة مجلس الأمن حول الاستماع المخصصة للاستماع إلى تقارير اللجان الخاصة لمكافحة الإرهاب. إليكم مشاهدينا. لرؤساء اللجان الفرعية الثلاث المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن المرجعية الخاصة بمكافحة الإرهاب على إحاطاتهم، وكذلك على الجهود التي بذلوها والخبراء العاملين معهم خلال الأشهر الست الماضية. لقد أثبتت الأحداث الراهنة وجاهة ما حذرنا منه دائما من ناحية وجود مجموعات إرهابية مسلحة يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة، وجل عناصرها هم من المتطرفين العابرين للحدود والمرتزقة الأجانب ممن يخوضون حروب الغير بالوكالة على الأرض السورية ويستهدفون سوريا بكامل مكوناتها، وهي كلها أمور لا تصب في مصلحة أي سوري وطني يغار فعلا على سلامة واستقرار بلاده، سواء أكان هذا السوري مواليا للحكومة أم معارضا لها. إذ كيف يكون الإرهاب والتخريب واستهداف المشافي والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والطائرات المدنية والبعثات الدبلوماسية وسرقة المصانع واغتيال وخطف رجال الدين المسلمين والمسيحيين ونهب وتحطيم الآثار والمتاحف ونبش الأضرحة وخطف عناصر حفظ السلام العاملين في الأندف؟ كيف يمكن أن يكون كل ذلك في مصلحة سوريا والسوريين؟ سيدي الرئيس، لقد قدمت حكومة بلادي منذ شهرين طلبا رسميا لإدراج تنظيم جبهة النصرة المسؤول عن مئات العمليات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية في سوريا على القائمة الموحدة للجنة القرارين 1267 لعام 99 و 1989 لعام 2011 الخاصة بالأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة، وما زلنا ننتظر هذا الإدراج، خاصة وأن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد اعترفت بالطابع الإرهابي لهذا التنظيم. هذا التنظيم سيد الرئيس قد اعترف على شبكته الخاصة به بقيامه ب600 عملية إرهابية في سوريا خلال السنة الأخيرة فقط. هو نفسه هذا التنظيم اعترف بقيامه ب600 عملية إرهابية في سوريا خلال سنة فقط. وأصبح من المعلوم سيد الرئيس أن زيادة انتشار التطرف والإرهاب في سوريا يتم بمباركة ودعم من عدد الدول الأعضاء في منظمتنا هذه، كما يلقى ترحيب ومساندة الأوساط السلفية الوهابية التكفيرية المتطرفة في دول يدعي بعضها الريادة في مكافحة الإرهاب وفي التبرع لصناديق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفي تمويل مركز لمكافحة الإرهاب تابع للأمم المتحدة. لا بل إن بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس قد عرقلت 9 مرات إصدار مجرد بيانات صحفية تدين تفجيرات إرهابية أسفرت عن إزهاق أرواح المئات من المدنيين السوريين الأبرياء. ومن المستغرب إغفال رئيس لجنة القرار 1267 صديقي العزيز سفير أستراليا، إغفاله في إحاطته أي إشارة إلى نشاطات القاعدة الإرهابية في سوريا، وهي نشاطات يعرفها القاصي والداني. سيدي الرئيس، على الرغم من أننا وجهنا إلى مجلس الأمن على مدار السنتين الأخيرتين
أكثر من 160 رسالة تتناول انتشار الإرهاب في بلادي، وللتبليغ عن أعمال إرهابية وتفجيرات انتحارية وحشية شهدتها سوريا. وبالرغم من التصريحات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ودول ومراكز أبحاث غربية ومؤسسات إعلام مرموقة والتي تشير كلها إلى تنامي الأنشطة الإرهابية في سوريا وتؤكد تدفق الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم إليها، بالرغم من كل ذلك فإننا لم نسمع عن إجراء عملي واحد اتخذته لجنة القرار 1373 لتطبيق مضمون هذا القرار فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين في سوريا ومساءلة حكومات الدول التي تدعمهم علانية. ويبدو سيد الرئيس أن قدر سوريا هو أن تتولى وحدها حاليا تطبيق القرار 1373 والوقوف كخط دفاع أول ضد خطر الإرهاب. لقد أشارت لجنة القرار 1373 في برنامج عملها للعام الحالي إلى أنها ستعمل من أجل تركيز المزيد من الاهتمام على تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1624 ووضع استراتيجيات للتصدي للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أيا كانت دوافعها. في هذا الإطار فإننا ندعو اللجنة إلى تفعيل عملها من خلال ما يلي: أولا، وقف الدور الإعلامي التخريبي الذي تتبناه وترعاه حكومات بعض الدول بهدف التحريض على الإرهاب في سوريا وبث الفكر المتطرف والنعرات الدينية والطائفية والمذهبية لتأجيج الأزمة في سوريا وفي دول أخرى في المنطقة. ثانيا، مكافحة استغلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التحريض على الإرهاب وتغرير شرائح واسعة من الشباب بما في ذلك شباب يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية وغيرها. ثالثا، تجفيف موارد تمويل المجموعات الإرهابية. ولقد كرر مجلسكم في البيان الرئاسي المعتمد بتاريخ 15/1/2013 تأكيد الالتزام الذي تتحمله الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية أو الذين تربطهم بها صلات عبر سبل منها قمع تجنيد الأعضاء في الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح. وفي هذا الشأن أحيلكم إلى ما تضمنه التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 والصادر بالوثيقة S/2013/99 حول تورط حكومات دول عربية وأقليمية في تهريب الأسلحة والمرتزقة من ليبيا إلى سوريا. وأدعو مجلس الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن فورا إن كنا فعلا جادين في مكافحة الإرهاب. إن الدول التي تقوم بتسليح وتمويل وتدريب وتسهيل عبور عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة إلى سوريا وتوفر الملاذ الآمن لهم هي شريك في الإرهاب ومتورطة في إزهاق أرواح السوريين، وإن ممارساتها هذه لا تنتهك فقط قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب بل تتعارض مع قراري مجلس الأمن رقم 2042 و2043 وبيان جنيف، وهي كلها تؤكد على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة السورية من خلال عملية سياسية بقيادة سورية. سيد الرئيس، لطالما شددت الدول الأعضاء على ضرورة منع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي الإرهابيين، ولطالما شددت الدول الأعضاء على إناطة الأمر أي مسؤولية الرصد والتنسيق لضمان
التزام الدول بمضمون القرار 1540 من خلال الامتناع عن تقديم الدعم إلى الإرهابيين في استحداث أو حيازة أو صنع أسلحة دمار شامل. لكنه لمن المستغرب أيضا أن تحاول بضع دول من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي اللجنة إياها تقويض تلبية طلب الحكومة السورية إرسال لجنة فنية محايدة من قبل الأمين العام للتحقيق في استخدام مجموعات إرهابية لمواد كيماوية ضد مدنيين وعسكريين في منطقة خان العسل السورية، وهو الأمر الذي أكدته معلومات صادرة عن الأمم المتحدة وغيرها مؤخرا. وأود أن أؤكد مجددا هنا استعداد حكومة الجمهورية العربية السورية لاستقبال اللجنة الفنية للتحقيق في حادثة خان العسل فورا وفقا لمضمون التفاهم الذي تم التوصل إليه والمثبت في رسالة وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح بتاريخ 3/4/2013. سيد الرئيس، يمثل العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح يوم الأحد 5 أيار الجاري مواقع عسكرية ومدنية في مدينة دمشق وريفها، يمثل قرينة جديدة على وجود رابط مباشر بين سياسات إرهاب الدولة الإسرائيلي وبين نشاطات الجماعات الإرهابية المرتزقة والمرتزقة الأجانب الذين استهدفوا عدة مواقع عسكرية بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي. إن التصريحات التي أطلقها ساسة دول بعينها قد شجعت إسرائيل على القيام بالعدوان ووفرت لها غطاء سياسيا، وإن تقاعس مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته وإدانة العدوان الإسرائيلي سيؤدي حتما إلى زيادة التوتر في المنطقة، مما يهدد باندلاع حرب تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. إن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته في إدانة ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب الذي تتعرض له بلاد الجمهورية العربية السورية، ومطالب أيضا بحمل هذه الدول على الكف عن ممارساتها الهدامة واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ختاما سيد الرئيس، أرجو أن يعتمد النص الذي ألقيته باللغة العربية كنص رسمي بسبب كما قيل لي عدم دقة بعض المقاطع من بياني من خلال الترجمة الفورية، وشكرا سيد الرئيس. إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم في كلمة للدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث أكد أن الأحداث أثبتت وجود مجريات إرهابية مرتبطة بالقاعدة تستهدف سوريا، وأن كيف يكون الإرهاب والتخريب الذي